إلى قطاع السكن الآن، حيث كشف المسؤول الأول عن القطاع عبد المجيد تبون عن الشروع في تسليم قرارات الإسكان مع المفاتيح بالنسبة لمكتتبي عدل واحد بداية من يوم الاثنين القادم. وحسب وزير السكن عبد المجيد تبون فإن العملية سيستفيد منها 8000 مكتتب كمرحلة أولى. والتفاصيل في ميكروفون أحمد بوطاف. بداية التوزيع يكون يوم الأحد، كتفهمنا إن شاء الله يوم اليوم الاثنين، عفوا الثلاثين، يوم الاحد كان الباك. هذا هما اللي كان سيدي عبد الله زعطريه عيل المالحه، عيل المالحه هنا اولاد فايت والغايه. لا تستمر العمليه ما تحبسش، هذه الدفعه الاولى ومن بعد لاديال جهزوا نفوسهم باش كل اسبوع تكون فيه دفعه نتاع 1000 1500 حتى ننتهي من الموضوع في نهايه 16 2016 كل 2001 2002 يكونوا استلموا السكن تاعهم. كما اعلن وزير السكن انه قد منح تعليمات لكافه ولاه الجمهوريه للتكفل بعمليات توزيع سكنات عدل واحد على المستفيدين، والتي بلغ عددها 11000 سكن على المستوى الوطني. قبل شهر رمضان احنا كنا التزمنا ان شاء الله ب 8000 ورانا معاها، وهادو داخلين في 8000 ماشيين معاها، ولكن العمليه ما تحبسش في 8000 على المستوى الوطني. تقريبا على المستوى الوطني لان فيه سكنات باش توزع كذلك في باتنا، في بلعباس، في مستغانم، في نفس الوقت نهار ولا يومين بعد العاصمه. وكل ما يوجد حي الولات مرخصين لهم مع المديرية العامة نتاع عدل باش يقوموا بالتوزيع قبل رمضان وحتى أثناء رمضان وما بعد رمضان. المهم العملية نتاع نهار 30 في الشهر هذا هي عملية انطلاق.